أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة استمرار فعاليات التدريب المصري البريطاني أحمس واحد، واللي بتنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والبريطانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تستمر فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك أحمس واحد، والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والبريطانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية للنقل وتبادل الخبرات المختلفة، كذلك التدريب العملي على أعمال الاكتشاف وإبطال العمل والتدمير للعبوات الناسفة بمختلف أشكالها وباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، والتدريب على استخدام الأرض وتحركات الفرد في الميدان، مما يعكس قدرة المقاتلين على العمل تحت مختلف الظروف والأجواء، والتدريب على العمليات الصحراوية والقتال في المدن ليلا ونهارا، كذلك اقتحام المنشآت والمباني التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية وتطهيرها وإعادة تشغيلها. كما تفقد اللواء جيمس ألينغورث قائد القوات المسلحة البريطانية بقبرص إحدى مراحل التدريب، مشيدا بالجاهزية العالية والتناغم الجيد بين القوات المصرية والبريطانية، مؤكدا على الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.